في ناس كتير قوي لما بتيجي تفرش دلوقتي احنا للاسف يعني بنشوف ستات كتير بيستسهلوا وعلى النت بقى بيجيبوا ترابيزات مستورده وللاسف الخامات بتبقى وحشه جدا وتكون جاهزه والخامات بتبقى سيئه جدا. يعني انا عن نفسي جايبه ترابيزتين شقوا كده من الشمس فطبعا دي كانت جايباها برضو ايه يعني جاهزه واونلاين كده. فدلوقتي احنا بنشجع طبعا الصناعه المصريه وشايفين فعلا ابتكارات بشكل كبير وديزاين شكله حلو جدا جدا. قول لي بقى عشان احنا يعني نعمل ده وننشر ده انت عندك افكار ان انت تنشرها لان في ناس كتير برضو ما يعرفوش يعني ايه بوكسي. ايوه بالظبط. ولا انا كاسلامي يعني انا في عندي في دماغي في افكار كتير جدا واكتر من كده بكتير بس برضو يعني حاليا لسه الامكانيات برضو مش مساعداني قوي. بس انت في نيتك ان انت تنشر الموضوع عشان طبعا نشجع الصناعه المصريه أكيد. وان هي كلها حاجات بسيطه وسهله بس هي عايزه فن وتركيز. بالظبط. يعني من في كل حاجه يعني حتى يعني لما بروح اشتري شجر ببص على كذا شجره ممكن انقي شجره صاحبها نفسه يستغرب ان انا نقيتها وهي مرميه على جنب ما لهاش اي لازمه عنده اقول له دي عشان انا برضو شايف فيها الشغل اللي انا عايزه وعارف لما تتشق هتطلع المنظر اللي انا عايزه. دي برضو مع الخبره بقى ما انت هتجيبي حاجات في الاول وهترميها ومش هتطلع وحشه وكل حاجه. مع الخبره بتبص للحاجه بتعرفي. انت برضو انا في فكره من الافكار الحلوه اللي ممكن انا بعرضها عليك ومن خلال برنامج هو هنا في طبعا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ده بيدعم كل الصناعات الجميلة اللي عندنا والابتكارات الصناعات المصرية اللي ممكن انت تطلع حاجة حلوة في الآخر وتكبر مشروعك لان فعلا الحاجات دي نادرة جدا. يعني انا من الناس اللي بحب الموبيليا جدا وبحب الحاجات وديكور البيت بس انا فعلا اول مرة اشوفها اكيد. فدي فكرة حلوة برضو ان انت ممكن تروح وتكبر المشروع بتاعك. والحاجات دي على فكرة بيحبوها جدا بره يعني دي ممكن تتصدر في يوم من الايام بره جداً. وتنشر الموضوع ده والفكرة دي لان دي في الاول وفي الاخر فكرة مصرية صناعة مصرية. هي صناعة مصرية. وطبعا الحاجات دي بره باسعار رهيبه رهيبه يعني انت بتسمعي بره ب 7000 دولار ب 10000 دولار ب 15000 دولار. حضرتك بقى تعالي صدري يعني مثلا اي دوله عربيه هتجيب من امريكا ب 5000 دولار مثلا. صح. شوفي هتقف عليهم بكام مثلا لما تصدري لهم انت واحده زي كده كلمه بقى في الاخر وفي الاخر هيقول لك داوود او خشب اصلي فلازم يكون فعلا التكلفه بتاعته عاليه جدا والناس بره يعني لازم يشتروا. هو عموما مكلفه يعني هي عموما معروفه على مستوى العالم كله ترابيز البوكس من اغلى الترابيزات في العالم. هي مكلفه اصلا الشجر غالي طبعا الشجر غالي. طب انا عايزه اقول لك هنا الافكار اللي عندك ايه اللي احنا ممكن ندردش فيها كده مع بعض وان انت بتفكر تنشرها والناس فعلا تعرف الترابيزات دي لان هي جميله جدا. ودلوقتي احنا انتشر فكره عندنا او ثقافه الجناين بقى كل واحد بيبقى عايز يعمل قعده حلوه في الجنينه ويعمل برجوله وما اعرفش ايه كل الحاجات دي انت ممكن تستخدمها. ايوه في الجناين او مثلا في الترابيزات او ناس عايز يعملوا قعده حلوه فقول لي ايه الافكار اللي ممكن انت تضيفها النهارده او بتفكر ان انت تطور فيها. هو بالنسبه مثلا لموضوع الجناين دوت انا ارشح لك اي حاجه بالشجر بقى سيبك بقى من البوكسي ما هو ده برده ده اخو ده ماشي بس انا كمروه مثلا انا عايز اعمل ترابيزه اللي هي بحديد عادي بس فوق بيبقى مط تمام ده سهل برضه. طبعا سهل. حضرتك بتقولي لي بقى عايزاها شجر بس ولا شجر وبوكسي بشكل معين زي دوت اللي هو الالوان يعني الالوان السائل البوكسي ده ما انت لو عايزاه شجر بس حضرتك انا مش هصب بوكسي اصلا انا هاخد قطعه الشجر بالطريقه اللي حضرتك عايزاها مثلا عايزاها 2 متر في متر مثلا فبجيب قطعه شجر 2 متر طبعا المتر مثلا مش هيكمل معايا العرض بجيب قطعتين او ثلاثه والحمهم في بعض ومش بيبان بقى ان هم ملحومين خالص بتبان ان هي حته واحده بس حضرتك مثلا عايزاه بستايل ايبوكسي زي ده عادي مفيش مشكله بس اقول لك بقى زي ما قلت لحضرتك في الشمس يفضل ان هي تبقى مثلا ورنيش مش الفينش ما يبقاش ايبوكسي عشان الشمس مش اكتر الشمس ممكن لا بتصفره بيخليها مصفر بس ما بتكسرش المادة لا 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 ده رخام اما مش رخام بقى بالظبط يعني الرخام لو حضرتك ضربتيه مثلا من فوق كده من فوق يعني بعد 2 متر بطوبه هيتكسر هتتشق الرخامه هنا برضو نفس الحاجه يعني معامله رخام بالظبط جميل جدا يعني شكلها مبهر وجميل جدا وكأنها فعلا لوحه فنيه في ناس كتير قوي بتبقى نفسها انها تشوف حاجه حلوه زي دي. طيب في ناس بتقول لك انا عايز اعمل برجوله هل انت ممكن تعمل برجوله بالشكل ده؟ لا ليه بقى ايه السبب؟ مع ان هي خشب برضو في الاول وفي الاخر. بص حضرتك انا يعني في كل حاجه مش في دي في الموضوع ده بس انا بحب التخصص خلاص انا تخصصت في مجال وتميزت فيه خلاص انا البرجولات دي مثلا بتتعمل بخشب عادي 90% منها خشب عادي. حضرتك لما تطلبي مني اعمل لك برجوله مثلا بالشجر لا ما انا خلاص اتخصصت في مجال الترابيزات بانواعها بقى سواء بوكسي سواء شجر بس مفيش مشكله لكن انا ما بحب التخصص عموما في اي حاجه عشان اركز فيها.
يعني انت اصلا فكرت ان انت هي ترابيزات بس. هي ترابيزات ممكن اعمل مثلا ان هتبقى طبلوهات، طبلوه هيبقى هو الترابيزه مفيش اي مشكله. فالفكره ان هتبقى طقمه مع بعض لايق واخد من بعض في مكان واحد. بالظبط، بس السمك طبعا هيبقى اقل عشان طبعا تقيله. تقيله جدا. ما تنفعش على طبلوه. اعمل لك المناظر ديت بس بسمك مثلا سنتي او سنتي ونص. طيب هنتكلم بقى عن انواع الخشب اللي حضرتك ممكن بتستخدمها. تمام. هل انت ليك انواع خشب ممكن تستخدمها ولا من اول الابلكاش او ادخل من الابلكاش ممكن تستخدمها، ولا انت ليك انواع معينه عشان الشكل يطلع زي ما انت عايز في الاخر؟ تمام. موضوع الابلكاش طبعا ده بعيد عننا خالص، ما لناش دعوه بالخشب المصنع، احنا كل شغلنا بالشجر الطبيعي. ما لناش دعوه بالابلكاش خالص ولا بالالواح الكونتر. بس بيبقى تقيل قوي. ما هو تقيل اه، بس مثلا الترابيزه بتبقى حوالي 2 سم، دي مثلا عشان فيها شغل وبتاع، دي 4 سم. دي بتبقى تقيله. اه معروفه طبعا، انا بعمل ترابيزات وساعات وزن القرصه بس بيعدي ال 100 كيلو. اه يعني انت ما بتجيبش خشب مصنع، انت بتجيب شجره كامله وبتقطعها وبتقطعها وتخش على مراحلها بقى. مراحلها وبتقطع بقى، تشوف انت هتعمل ترابيزه كام في كام بالظبط، وبتبقى معاك بالظبط زي اللي بيشتروا لوح خشب. انت بتشتري يعني شجر. شجره. اه وانواع معينه مش اي شجر، يعني في نوع اسمه صنط وفي نوع اسمه لبخ وفي نوع اسمه سرسوع، دول احسن حاجات في شغلنا. عايزه بقى اعرف ايه الفرق بينهم. ده صنط. طب ايه يعني ايه الفرق بينها وبين الانواع الثانيه؟ تمام، هو ده الصنط مثلا، ده شكل الصنط. خلاص الحاجات اللي معروضه ديت دي لبخ. هتلاقيها اغمق شويه من الصنط. بيبقى يعني الفروق فيها يا لون يا سمك حاجات كده بس. اه السمك احنا بنتحكم فيه براحتنا. فيه. لكن كلون الشكل بقى. اه شكل الثمره اللي هو من جوه لما بتقطع الشجره بيبان التجزيعه بتاعتها، وده اللي بيفرق معاك في بالظبط كده. اه كل نوع ليه تجزيعته وليه نوع شكل ثمرته وليه لونه. عايزه اتدخل بقى في الامور الماليه شويه واسالك على سعر الشجره كام؟ الشجر الخام؟ الخام. الخام بالطن، انا بجيب الشجره بالطن. في الاول ما بدات كنت بشتري الواح مقطعه من اي حد بيبيع الكلام زي ده. زي اي حد عنده الخامات بتاعته بيشتري الالواح دي وخلاص وخليها عنده في الورشه. بالظبط. لكن الحمد لله وبعد كده بقيت اشتري الشجره على بعضها، بنزل طبعا الشجر ده مش موجود الا في الصعيد. وبيتنقل بقى لي مثلا في اماكن في الجيزه واروح اجيب منها، وهي برده جايبه من الصعيد او ما بيزرعش الا هناك. بنقي الشجره. الشجره حسب وزنها. حسب وزنها، ممكن اقل شجره اقل حاجه بجيبها مثلا هتبقى طن، وممكن لحد 3 طن الشجره. بتتوزن والطن بقد كده، فبيبقى حساب الشجره كده. وبعد كده بتخش في تقطع في المنشار الارضي شرايح، وبعد كده بقى تجي لي وانا اتحكم بقى في كل حاجه فيها. تعمل لي ترابيزه. اعمل لي ترابيزه للجنينه بتاعتي عناية. وعايزه حاجه حلوه كده على الهوا وانا بقول لك مطلوبه منك والله. اسلام مصطفى صانع ترابيزات اي بوكس، بجد بشكرك جدا على وجودك معانا، وفعلا انا بشكرك جدا وبشجع فعلا كل الصناعات المصريه. انا مبسوطه جدا ان احنا عندنا فعلا ابتكار وتصنيع، وممكن الترابيزات دي على فكره تتصدر بشكل كبير جدا بره مصر وتنتشر، لانها فعلا من الحاجات اللي خامتها حلوه جدا جدا. بنشكرك جدا على وجودك معانا. انا بشكر حضرتك.